السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى برنامجنا الاقتصادي جلسة الأعمال، ونسحبكم فيه لنطلعكم على آخر الأخبار الاقتصادية في الساحة القطرية، بالإضافة لإغلاقات المؤشر العام للبورصة القطرية مع نهاية تداولات الأمس، ونظرة سريعة على افتتاحات المؤشر العام لجلسة هذا اليوم. كما عودناكم دائما يسحبني في هذه الجولة نخبة من ضيوفنا الكرام. معي هنا في الاستوديو السيد أحمد فضلي، صحفي بجريدة لوسيل القطرية، أهلا بك معنا سيد أحمد. ومعنا أيضا مباشرة من مقر بورصة قطر السيد مصطفى أبو العلا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات بشركة فورترس للاستثمارات، أهلا بك معنا سيد مصطفى. مشاهدينا الكرام، دعونا نبدأ بإغلاقات المؤشر العام لجلسة الأمس، والتي سجل المؤشر العام مع نهاية تداول ثالثة جلسات الأسبوع ارتفاعا بأكثر من 133 نقطة، أي ما نسبته 1.3%، ليصل لمستويات 10395 نقطة، مدعوما بارتفاع خمس قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية، فيما قاد قطاع النقل التراجعات بضغط من سهم الناقلات. وتم خلال جلسة الأمس تداول أكثر من 237 مليون سهم بقيمة تجاوزت النصف مليار ريال، نتيجة تنفيذ أكثر من 13 ألف صفقة شملت كافة قطاعات السوق. مع نهاية الجلسة ارتفعت أسهم 31 شركة تتصدرها الطبية بالنسبة القصوى، تقريبا تلاها في ذلك إنماء القابضة بارتفاعات فاق 9.19%، ومن ثم الإجارة بنسبة ارتفاعات فاق 3.17%، لتليها في ذلك قامكو بأكثر من 3.14%. في المقابل انخفضت أسعار 14 شركة في مقدمتها ناقلات المنخفضة بأكثر من 3.3%، تلاها في ذلك سهم الرعاية بانخفاضات تجاوزت 1.17%، ومن ثم الإسمنت مسجلة 1.14 النقطة المئوية، أخيرا التحويلية بأكثر من 1%. فيما تصدر بنك قطر الوطني قائمة السيولة باستحواذه على أكثر من 35 مليون ريال من قيم تداولات الأمس، بينما جاء سهم قامكو المرتفع بنسبة 3.14% على قائمة الأحجام بنحو 32 مليون سهم، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة الأمس أكثر من 598 مليار و 572 مليون ريال، لتسجل مكاسب بأكثر من 8 مليارات و 100 مليون ريال بنهاية الجلسة. إذن مشاهدينا، دعونا نبدأ حوار هذه الحلقة مع سيد أحمد. سيد أحمد، لو تحدثنا أولا عن جلسة الأمس، أول جلسة من تداولات شهر ديسمبر، ارتفاعات قوية للمؤشر، سيولة جيدة اقتربت من 600 مليون ريال، في نفس الوقت عدنا لنشهد الزخم الواضح على الأسهم القيادية، هل هذه مقدمة لما سنراه خلال تداولات شهر ديسمبر الحالي، أم ربما التباين حول أخبار فيروس كورونا ما بين اللقاحات وارتفاعات الإصابات سيعود ليضغط على المؤشر من جديد؟ طبعا في البداية صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين. طبعا جلسة يوم أمس كانت هي امتداد لما شاهدناه خلال الجلسات الماضية، يعني من ارتفاعات ومحاولات المؤشر المحافظة على نقاط الدعم التي حققها طيلة الفترة الماضية وطيلة الجلسات الماضية. أصبحنا نتحدث عن مستوى الدعم عند مستوى 10200 نقطة، من المتوقع أن يعمد المؤشر خلال جلسة تعاملات هذا اليوم إلى محاولة اختراق مستوى 10400 نقطة. طبعا سجلنا تواصل زخم كبير من قبل المحافظ الأجنبية حقيقة، التي لازلنا نراها تنشط بشكل كبير، وخاصة في هذا الأسبوع نتحدث على جلسة الأحد وجلسة الأثنين والثلاثاء، كان صافي مشتريات المحافظ الأجنبية طيلة هذه الجلسات ما لا يقل عن 240 مليون ريال قطري. خلال جلسة يوم أمس وحدها كان هناك حدود تقريبا 46 مليون ريال قطري، مقارنة بصافي مشتريات المحافظ المحلية والتي كانت تقريبا في حدود 11 مليون ريال قطري. في المحصلة نتحدث عن 78% من إجمالي مصافي المشتريات خلال جلسة تعاملات يوم أمس، فبالتالي هذا يعكس تواصل الزخم والدخول على المحافظ عن الأسهم القيادية في القطاع المالي والمصرفي، الذي استحوذ تقريبا عن أكثر من 40% من تعاملات يوم أمس ومن السيولة المتدفقة إلى السوق، ومن ثم بقية القطاعات التي نلحظ استفادة كبيرة لها خلال الفترة الماضية، سواء من تعافي أسعار النفط، سواء من
الإفصاحات المتعلقة بالوصول للقاح محتمل في متعلق بفيروس كورونا، وحتى بما تم الإفصاح عنه من قبل وزارة الصحة عن تعاقدها مع مجموعة من المخابر للحصول على مجموعة من الجرعات بنهاية هذا العام ومطلع العام المقبل. هناك مجموعة من المؤشرات الأخرى كذلك تدعم حركة المؤشر. نحن نقترب تقريبا من أو تفصيلنا بعض الأيام القليلة عن الإعلان عن موازنة الدولة للعام 21، فبالتالي الجميع يتطلع خاصة وأنها ستكون وفقا لبعض المصادر الأولية أنها ستكون موازنة مواصلة للاستراتيجيات ولتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المالية التي تم يعني إقرارها منذ فترة ومواصلة المشاريع والاستعداد للمواعيد أو الاستحقاقات المقبلة. كذلك على نهاية العام ستكون هناك بعض التقارير المتعلقة بالمراجعات السنوية لعدد من مؤسسات التصنيف السيادي، وهي عادة ما تساهم وتدعم حركة المستثمر الأجنبي خلال الفترة المقبلة. نحن الآن تقريبا في شهر ديسمبر، هو الشهر الأخير من الربع الرابع وكذلك من العام في المحصلة، فبالتالي هو موعد لبناء مراكز مالية جديدة تكون بشكل مباشر على الأسهم القيادية وعلى الأسهم ذات العائد والاستثمار الجيد، ولهذا نلحظ يعني زخم وأداء جيد للمؤشر طيلة الجلسات الماضية ومتوقع أن يتواصل خلال شهر ديسمبر. نعم سيد مصطفى، الآن المؤشر على بعد 30 نقطة فقط لتعويض كافة خسائره التي مني بها خلال العام الحالي، والذي بكل تأكيد كان عاما استثنائيا شهدنا فيه كافة أنواع التقلبات، لكن هل بالفعل يمكن أن نرى إغلاقات في نهاية هذا العام على مكاسب سنوية لمؤشر بورصة قطر، أم ستبقى الضغوطات تبعد عن تحقيق هذه المكاسب؟ بداية صباح الخير على الجميع. أعتقد أننا مقبلون على ارتفاعات قوية في شهر ديسمبر لاعتبارات كثيرة، اعتبارات تأثرنا بالمناخ العام العالمي والانفراج في أزمة كورونا، وجود أكثر من لقاح في الفترة الحالية، بل بالفعل ربما نرى بعض الدول بدأت توزيع سوف تبدأ بتوزيع اللقاح في نهاية هذا الشهر تحديدا، وعلى رأسهم ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. أيضا التقارير التي بدأت تصدر من كبار المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد أو منظمة التعاون الدولي التي تتحدث أن الأسوأ قد مر. أيضا شيء هام حجم التدفقات النقدية التي بدأت الأسواق الناشئة تستقبلها في الفترة الأخيرة، ربما تتجاوز تقريبا 70 مليار دولار، أسواق الدين منها 39 مليار دولار. هذا كله سوف ينعكس على السيولة في الأسواق سواء كانت الأسواق الدين أو أسواق الأسهم، وأيضا عمليات الارتفاعات الكبيرة في الأسواق الأوروبية في الأسواق الأمريكية، النتائج الجيدة التي بدأت تظهر في لدى داخل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الوصول إلى انفراجة ما بين الديمقراطيين والجمهوريين بخصوص حزمة التحفيز الأخيرة، هذا كله سوف ينعكس على الأسواق الأمريكية والأسواق الأوروبية، وسوف يكون له انعكاس كبير على البورصة القطرية. سوف نرى اختراق لحاجز 10500 ربما في الفترة القريبة القادمة، وربما مع وجود أخبار جيدة من الناحية الجيوسياسية في المنطقة ربما سوف نرى اقتراب من حاجز 11000 نقطة في خلال شهر ديسمبر، هذا بناء على وجهة نظري. نعم في شأن آخر أو شأن مرتبط بالمؤشر العام لبورصة قطر مشاهدينا، فقد حقق المؤشر العام للبورصة القطرية ارتفاعا شهريا بلغ 569 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي عقب تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشرات MSCI القياسي، لنشهد انتعاش كذلك في أسعار النفط والتي سجلت هي الأخرى ارتفاعا شهريا بنسبة تفوق 32%، مستفيدة من الأمال في لقاح لفيروس كورونا بالإضافة إلى التطورات السياسية العالمية. إذن سيد فضلي، في ظل الحديث عن عودة معامل ارتباط أداء مؤشر بورصة قطر بالأنباء الإيجابية العالمية المتعلقة بلقاح فيروس كورونا، وهو ما كان له بالغ الأثر على ارتفاعات المؤشر خلال نوفمبر الماضي، ما هي القطاعات التي ربما تكون مرشحة وبقوة لتولي زمام المبادرة على صعيد الارتفاعات خلال شهر ديسمبر الحالي؟ طبعا استكمالا لما تحدثنا عنه منذ قليل، سيكون القطاع البنكي والخدمات المالية هو من أبرز القطاعات المستفيدة، لأنه هناك مجموعة من الأسهم القيادية، نتحدث عن مجموعة بنك قطر الوطني، نتحدث عن مصرف قطر الإسلامي، البنك التجاري، وهذه البنوك وغيرها من البنوك المدرجة عودتنا على أداء جيد حتى في ظل التحديات والأزمات. يعني إذا ما رجعنا تاريخيا إلى سنة 2016 رأينا انخفاض قوي على مستوى أسعار النفط،
وكذلك من ثم في العام 2017 والضغوطات التي كانت نتيجة الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر، ولاحظنا البنوك تنجح مرة ثانية في تجاوز تلك التحديات وتحقق مستويات ربحية إيجابية وقامت بتوزيعات سخية. فبالتالي القطاع البنكي حتى في ظل جائحة كورونا لاحظنا أداء جيد، وإن كان النمو يعني ربما منخفض مقارنة بالسنة الماضية. طبعا هناك متغيرات وهو فيروس كورونا والتحديات الاقتصادية، لأن أغلب البنوك كانت قد قامت بتخصيص مبالغ واستقطعت مبالغ مالية من الأرباح ومن الإيرادات في شكل تحوط أو إدارة مخاطر خلال الفترة المقبلة، نظرا لربما تكون هناك بعض الضغوطات المالية على المستوى العالمي بسبب الإغلاق العالمي. فبالتالي قامت بإدارة أو قامت إدارات المخاطر في تلك البنوك بالتحوط بصفة استباقية، ورغم ذلك كانت النتائج يعني جد إيجابية إذا ما لم تتم مقارنة هذا العام بالعام الماضي. ومن ثم القطاع النقل أو قطاع النقل الذي كان أبرز القطاعات المستفيدة وقاد النمو حقيقة خلال العام الجاري بدعم صحيح من أسهم نقلات ومن شركة نقلات، والتي يعني تم إدراجها مؤخرا في من ضمن مراجعة MSCI، والتي تم نقلها إلى شركات الكبرى وذات رأس المال الكبير. ولاحظنا الزخم الكبير الذي حققته شركة تيلة الأسابيع القليلة الماضية، العديد من الصفقات والأخبار المتعلقة بشركة كذلك كانت خلال الفترة الماضية منذ صائفة 2020 دافع رئيسي لحركة الأسهم. ومن ثم القطاع الصناعي الذي سيستفيد بشكل أساسي من تحركات أسعار النفط فوق المستوى السعري الذي تحدثنا عنه، وهو المتوسط المرجح عند 40 إلى 42 دولار. نعم، على ذكر أسعار النفط دعنا ننتقل الآن إلى الأسواق العالمية، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام أولى جلسات ديسمبر مع تسجيل مؤشري ستاندر أند بورس 500 وناسداك إغلاقا قياسيا جديدا. عند الإغلاق ارتفع مؤشر داو جونز بأكثر من 16 نقطة مئوية ليصل لمستويات 29824 نقطة بعد أن تجاوز 30,000 نقطة خلال الجلسة، فيما سجل مؤشر ستاندر أند بورس 500 زيادة بأكثر من 1.1% مسجلا إغلاقا قياسيا جديدا عند مستوى 3662 نقطة. كما صعد الناسداك بنحو 1.3% إلى 12,355 ألف نقطة، وهو إغلاق قياسي أيضا. في البورصات الأوروبية أغلق مؤشر ستوكس يوروب 600 عند مستويات 392 نقطة، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من 16%. كما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 1.19% أي قرابة 2% ليصل لمستويات 6385 نقطة، فيما زاد داكس الألماني 0.17% إلى 13382 نقطة. بينما ارتفع في المقابل كاك الفرنسي بأكثر من 1% ليصل إلى 5582 نقطة عفوا. في المقابل اليابان ارتفع مؤشريها نيكي بنحو 1.3% منهيا الجلسة عند 26,788 نقطة، كما زاد توبكس الأوسع نطاقا بنحو 18% وصولا لمستويات 1768 نقطة. في المقابل مشاهدينا تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوع عند تسوية التعاملات مع تأجيل اجتماع تحالف أوبك بلس. جاءت خسائر الذهب الأسود بعد أن أفادت تقارير أن تحالف أوبك بلس قد قرر تأجيل المناقشات حول سياسة الإنتاج التي من المقرر اتباعها في العام المقبل يوم الخميس، وسط خلافات بين الدول المشاركة في الاتفاق حول قرار جماعي عند تسوية. تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بأكثر أو بنحو 1%، أي ما يعادل 46 سنت إلى مستويات 47 دولار و42 سنت للبرميل. كما انخفض سعر عقود نايمكس تسليم شهر يناير بنحو 1.7%، أي ما يعادل 79 سنت للبرميل إلى مستويات 44 دولار 55 سنت للبرميل، ليسجل كلا الخامين أدنى تسوية منذ 23 من نوفمبر الماضي. إذن مصطفى ما نشهده الآن من ارتفاعات ومستويات قياسية للمؤشرات الأمريكية أيضا يتوازي معها ضغوط على الاقتصاد الأمريكي حاجته لمزيد من الحزم المالية التحفيزية. كيف يمكن أن نفك طلاسم تلك المعادلة إن صح التعبير، وهل وول ستريت اقتصاد آخر يتفاعل وفق مؤثرات خاصة به؟
وول ستريت ليس اقتصاد آخر. رأينا في شهر 5 و6 السابق انخفاضات كبيرة في الأسهم الأمريكية، في جلسة واحدة كنا نرى انخفاض 10%. فبالتالي رأى هذا انعكاس وارتدادات للأسوأ قد مر. الآن الجميع يتعامل مع الموضوع بشكل مختلف القادم، وحزمة الإنقاذ التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تنعكس وربما بشكل إيجابي على الاقتصاد الأمريكي. ربما يحتاج القليل الفترة المقبلة، ولكن وول ستريت مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي ما تعرض له وما زال يتعرض له الكثير من الضغوط، انعكس هذا أيضا على الاقتصاد الأوروبي، انعكس على الأسواق الأوروبية، وانعكس على جميع البورصات. ولكن ما زالت وول ستريت تستبق القادم. دائما هناك جملة دائما نقولها، أن الأسواق تستبق القادم سواء كان شيء إيجابي أو شيء سلبي. لذلك ما نراه الآن في وول ستريت، ربما نرى وول ستريت والداو جونز يقترب من مستويات 40,000 نقطة في عام 2021، أيضا ما كان يضغط على الأسواق في 2020، وهو شعبوية ترامب تحديدا وتأثيره على الحرب التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة، الولايات المتحدة وأوروبا، الولايات المتحدة ومنطقة الخليج. كل هذا كان له انعكاس سلبي على الاقتصاد البورصة الأمريكية في الفترات الأخيرة، تحديدا من شهر سبتمبر وحتى موعد الانتخابات الأمريكية. بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية تنفس العالم لما هو القادم. ربما بايدن والفريق الاقتصادي الذي تم تعيينه في خلال الأيام السابقة أعطى أيضا انطباع وإنعكاس أن رؤية بايدن الاقتصادية سوف تكون أفضل من ترامب. هناك عوامل مختلفة كانت ضاغطة على الاقتصاد الأمريكي، هذه العوامل بدأت تنتهي باللقاح، بدأت تنتهي بنهاية فترة ترامب، بدأت تنتهي بوجود تطمينات أمريكية للصين بأن سوف نتفق على مصلحة الجميع ولن يكون هناك خلاف ولن تكون هناك حرب تجارية بالشكل السابق. لا. الجميع يريد مصلحته. لذلك هذا ما عكسته وول ستريت في الفترة الحالية وما سوف تعكسه في الفترة المقدمة. الجميع، وأيضا ما أريد أن أنوه عنه، الجميع لن يدخل في مرحلة إغلاق اقتصادي كما تم في شهر 5 أو 6 السابق أثناء فترة الكورونا. إن حدثت إغلاقات سوف تكون إغلاقات جزئية ولن تكون الموجة الثانية كما يتم التحدث عنها في الفترة الأخيرة. لا يوجد اقتصاد في العالم يستطيع تحمل إغلاق كامل مرة أخرى. إن حدث هذا سوف تتعرض هذه الدولة إلى شبه حالة شلل كبير. لذلك الجميع بدأ مزاجية المستثمرين تقول أن الأسوأ قد مر ونحن مقبلون على فترة انتعاش ربما تختلف من دولة أخرى على حسب حزم إنقاذها على حسب قرارات الاقتصادية. هذا سوف يكون له انعكاس بشكل مختلف من نهاية الربع الأول 2021. طيب دعنا ننتقل الآن إلى الأسواق الأوروبية. كيف ترى مستقبل العلاقات الاقتصادية داخل منطقة اليورو؟ هل التحديات الحالية، المناوشات الاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد قد تؤثر على مستقبل هذا التكتل الاقتصادي؟ رغم وجود مناوشات إلا أن الجميع يريد مصلحة شعبه سواء كان بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي، سيتفقوا في النهاية. هم لن يخرجوا من مرحلة الاختلاف إلى مرحلة الخلاف، هم ما زالوا في مرحلة الاختلاف، وهذا ما يحترمه الجميع في الاقتصادات المتقدمة. لذلك سوف نرى اتفاق آجلا أو معاجلا في مرحلة في مشكلة البريكزيت، سوف نرى اتفاق أوروبي بريطاني، وأيضا المستقبل الوضع الأوروبي بشكل كبير. الجميع كان يتحدث أن هناك ربما نرى دول تنسحب من الاتحاد الأوروبي نتيجة وجود مشاكل ما بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي أو اليونان والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا لن تسمح بوجود تخرجات من الاتحاد في الفترة المقبلة. ربما نرى انضمام بعض الدول في الفترة المقبلة للاتحاد الأوروبي، ولكن في النهاية المصلحة هي التي تحكم. مصلحة الاتحاد الأوروبي كيف سوف يراها قادة الاتحاد الأوروبي، ولكن ربما ما يحتاجه الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة وأوروبا تحديدا وهو تجديد للفكر في الفكر. فالقادة الأوروبيين الآن بدأوا تكرار عمليات أو تكرار المشاكل ما بين الدول فيما بعضها. لذلك نريد وجوه مختلفة، نريد سياسات اقتصادية بشكل مختلف، ولكن ما نخاف منه في الاتحاد الأوروبي وهو ظهور الشعبوية التي تريد أو تدعو إلى عملية الانفصال للاتحاد الأوروبي مثل ما كنا نراه في هولندا في النمسا، ولكن وبعض الأحزاب اليسارية في فرنسا. هذا كان له انعكاس اقتصادي سلبي على الاقتصاد الفرنسي في الفترات السابقة. لذلك مستقبل الاتحاد الأوروبي مع البريكزيت أراه الجميع يريد مصلحة شعبه. نعم سيد فضلي، هل تعتقد أن تعثر المفاوضات في منظومة أوبك بلس قد يهدد بضياع المكاسب التي حققها النفط خلال الفترة الماضية، أم
أن تعافي الاقتصاد العالمي سيكون هو المؤثر الرئيس على اتجاهات أسعار النفط خلال الفترة المقبلة؟ طبعا مما لا شك فيه التعافي الاقتصادي العالمي وعودة الطلب إلى المستويات التي كانت يعني ما قبل فترة كورونا سيكون له تأثير كبير على أسعار النفط. لكن لا هذا لا يخفى أن في ظل يعني وجود خلافات داخل منظمة أوبك أو أوبك بلس ستكون ضاغطة هي بدورها على تحرك أسعار النفط، خاصة إذا ما كان هناك تخمة في المعروض، وبالتالي قد نشهد انخفاض لأسعار النفط في حال يعني عدم الوصول أو التوصل إلى اتفاق يفضي بتحديد مستويات الإنتاج بما يحافظ على الأسعار عند المتوسط الذي تحدثنا عنه، يعني المتراوح بين مستوى 40 إلى 42 دولار على أقل تقدير، حتى نحافظ على مستويات نمو ربما تكون إيجابية وتعوض إلى حد ما وإن كان بنسب هامشية ما فقده الاقتصاد العالمي طيلة 2020 بسبب تفشي جائحة كورونا. نعم مشاهدينا الكرام، دعونا نستعرض وإياكم الآن افتتاحات المؤشر العام للبورصة القطرية مع هذه أو خلال هذه اللحظات. يصل المؤشر لمستويات 10400 وقرابة النقطتين، ارتفاعات بستة أعشار النقطة المئوية، مستويات وصلنا فيها مع قيم التداولات لمستويات 103 ملايين ريال، 65 مليون وربع المليون سهم يتم التداول عليها خلال هذه اللحظات. الشركات الأكثر ارتفاعا الطبية على رأسها لثاني جلسة على التوالي بتسعة في المئة، وتليها في ذلك إنماء القابضة أيضا لثاني جلسة على التوالي 5.6 النقطة المئوية ارتفاعات، بنك قطر الأول ثالثا أكثر من 4%، وإزدان ترتفع بثلاثة وسبعة أعشار النقطة المئوية. الشركات الأكثر انخفاضا على رأسها الإسلامية للتأمين مع انخفاضات بثلاثة ونصف في المئة، البنك الأهلي ثانيا 1.25% تقريبا، الرعاية 1.10%، وفودافون 9 النقطة المئوية. ما نلاحظه أن الأسهم المنخفضة تعتبر انخفاضاتها طفيفة وهادئة جدا خلال التداولات عليها هي الهادئة، وهناك تفاعل أو تباين بين الانخفاضات خلال هذه اللحظة. على صعيد النشاط مشاهدينا، نشهد نشاط واضح على سهم الطبية قرابة 30 مليون ريال، تليها في ذلك إزدان ب 18 مليون ريال حتى هذه اللحظة، تليها في ذلك بنك قطر الأول قرابة 10 ملايين ريال، والسلام تأتي رابعا بحوالي 8 ملايين ريال. إذن لنترك ملف البورصة حاليا مشاهدينا الكرام وندخل في ملف آخر، فقد أعلن مطار حمد الدولي أنه أصبح أول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف الخمس نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 في المطارات من شركة سكاي تراكس. وقام التدقيق بتقييم فعالية سياسات كوفيد-19 المتبعة في مطار حمد الدولي. يستند التدقيق الذي تم إجراؤه خلال شهر أكتوبر الماضي إلى مجموعة من فحوصات الكفاءة العملية وتحليل الملاحظة المرئية، كما تم التحقيق من التطبيق العملي وجدوى بروتوكولات التباعد الجسدي، وأيضا تحديد آلية مصادرة مصادر محتملة للتلوث لضمان امتثال معايير النظافة والتعقيم في مبنى المطار. سيد أحمد، ما أهمية حصول مطار حمد الدولي على هذا التصنيف خاصة في ظل التوقعات بعودة الزخم مرة أخرى ونشاط السفر ونشاط قطاع الطيران مرة أخرى خلال الفترة المقبلة؟ هذا ليس التصنيف الأول الذي يحصل عليه مطار حمد خاصة فيما يتعلق بإجراءات السلامة المتبعة مع كوفيد-19. نعم حقيقة هو امتياز جديد لمطار حمد الذي عودنا بالحصول على العديد من الشهادات والجوائز المرموقة، وكان آخرها تصنيفه كيعني من أفضل المطارات التي تحافظ على مستوى السلامة وحفظ الصحة في ظل أزمة كورونا. طبعا لا ننسى هنا يعني منذ الأيام الأولى لتفشي هذا الفيروس لاحظنا مسارعة المطار إلى اعتماد أعلى الإجراءات وعلى المعايير للسلامة، سواء من حيث الاختبارات للكشف عن المصابين أو التدقيق. كذلك لاحظنا تنسيق كبير مع الجهات المعنية في الدولة للحد من تفشي هذا الفيروس، هو في مقدمتها وزارة الصحة من خلال تركيز الآليات اللازمة والضرورية للكشف عن المصابين. لاحظنا مستويات تعقيم متطورة وتعتمد وتستند إلى أعلى وأحدث التقنيات العالمية المعتمدة.
اليوم المطار هو يستهدف الوصول إلى مستوى يعني أكثر من 50 مليون مسافر يعني عبر سنويا عبر هذا المطار. فهذه هذا التصنيف هو حقيقة رسالة طمأنة لمختلف المسافرين بأنهم سيخوضون تجربة سفر آمنة رائدة متميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم بشكل عام. نعم. في شأن آخر مشاهدينا الكرام، اختتم بنك قطر للتنمية فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في نسخته الثالثة والأولى افتراضيا، التي شهدت نجاحا كبيرا ومشاركة فاعلة من قبل رواد الأعمال والمستثمرين. وعقد المؤتمر تحت شعار تحول الأعمال والنمو بحضور أكثر من 1000 مستثمر إلى جانب شركات رأس المال المغامر و مسرعات الأعمال وكافة المعنيين باستكشاف المشاريع في مختلف القطاعات. تمكن الحاضرون من خلال منصة إلكترونية متكاملة هي الأولى من نوعها في قطر، أطلقت في هذا الملتقى، من التعرف على ما يقارب من 10 مشاريع ناشئة، فضلا عن الاطلاع على العديد من الشركات الأخرى المعروضة في المنصة الإلكترونية، كذلك التواصل مع أصحابها لاستكشاف سبل التعاون المستقبلي فيما بينهم. سيد مصطفى، كما نرى كثيراً ما نرى مبادرات على صعيد ريادة الأعمال والمستثمرين، لكن كيف يمكن بالفعل أن نعزز من مساهمة رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني وفي تنمية مشاريعهم، تحويلها إلى قصص نجاح حقيقية ملموسة على أرض الواقع؟ هذا يعتمد على الكثير من الإجراءات. هو أولا يجب أن تكون المعايير لرواد الأعمال مختلفة تماما عن المعايير التي يتم وضعها لكبار رجال الأعمال. فرواد الأعمال يحتاجون دائما إلى معاملة بشكل مختلف، وبمعنى وهو من خلال دراسات الجدوى، من خلال عمليات التمويل، من خلال سرعة الاستجابة للتمويل، من خلال أيضا سرعة الاستجابة لي والرد على المشاكل الخاصة بهم. فدائما رائد الأعمال ما يكون في بداية في حالة غموض وحالة تشويش، لذلك الدور الذي ننتظره بشكل أكبر من المؤسسات المسؤولة عن هذا الأمر، ربما نحتاج دور أكبر فاعل في 2021. أيضا لا نغفل ولا نقول أن لم يكن لهم دور في الفترة السابقة، ولكن الفترة القادمة تحتاج تعامل بشكل مختلف، تحتاج معايير بشكل مختلف، تحتاج إلى سرعة وإلى أن نكون أكثر نشاطا. أسواق الشرق الأوسط تحتاج إلى رواد الأعمال بالمعنى الصحيح لها، وليس بالمعنى النظري أو الأكاديمي. فنرى أيضا دول كبيرة مثل الصين واليابان أو ألمانيا تولي اهتمام كبير لرواد الأعمال. فالاقتصاد الصيني يعتمد على 60% منه معتمد على رواد الأعمال، لذلك ما تحتاجه الدولة في الفترة المقبلة هو دعم كبير لرواد الأعمال من خلال هذه المؤسسات، وأن تقوم هذه المؤسسات بتغيير المعايير التي اعتمدت عليها في السابق التي لم تولي ولم تعطي نجاح بشكل كبير. وهذا ما نراه على أرض الواقع، وهالأرقام هي خير برهان. نعم. مشاهدينا، في ظل الاهتمام المتنابي بالقطاع الزراعي وتعزيز استراتيجية الأمن الغذائي في الدولة، تتزايد أهمية دراية القائمين على هذا القطاع بمتطلباته، خاصة خلال الموسم الزراعي القادم والذي يعد ذروة الزراعة والبذر، مما يستدعي توجيه وزارة البلدية والبيئة أصحاب المزارع العاملين في هذا القطاع بنصائح وإرشادات لضمان موسم زراعي ناجح. مشاهدينا، دعونا نكمل الحوار مع سيد أحمد. قطاع الزراعة في دولة قطر له خصوصية كبيرة، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي حققها هذا القطاع خلال السنوات الماضية. ما الذي يحتاجه هذا القطاع خلال الفترة المقبلة للحفاظ على تلك الوتيرة؟ نعم، حقيقة في الفترة الماضية لاحظنا مجموعة من المبادرات الحقيقية التي كانت تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي في الدولة، ولعل الإيمان بضرورة يعني تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة من المنتوجات الزراعية، بما يخفف حقيقة العبء على الميزان التجاري، وخاصة البند المتعلق بالواردات من بعض السلع والخضار وغيرها من الفواكه. طبعا مجموعة من المبادرات مثل ما تحدثنا، سواء كانت مبادرات تشريعية، سواء من خلال توفير البنية التشريعية القانونية للمزارعين أو حتى أصحاب المزارع، أو حتى من حيث توفير يعني الآلات وتوفير المعدات اللازمة لتطوير الزراعة. طبعا هناك العديد من التحديات حقيقة لا تخفى على أحد، ولعل في مقدمتها توفر المياه
والمياه الصالحة للري طبعا بشكل أساسي، وعلى ما يبدو أنها ستكون هناك يعني بعض المبادرات لتطوير هذا المجال وتوفير المياه اللازمة للري، ومن ثم يعني بعض التقنيات الحديثة التي تساهم في إنتاج يعني وتطوير مستويات الإنتاج وزيادة المخزون الاستراتيجي من عدد من الخضروات التي تؤمن الاحتياجات الضرورية للسوق المحلي وربما للتصدير في مرحلة لاحقة إن شاء الله. نعم السيد أحمد فضلي صحفي بجريدة لوسيل القطرية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. الشكر موصول لضيف الكريم والذي كان معنا مباشرة من مقر بورصة قطر مصطفى أبو العلا الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات بشركة فورترس للاستثمارات. شكرا جزيلا لك سيد مصطفى، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لنا. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.